السلام عليكم متتبعين قناة ناتي بليزير، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي هو عبارة عن مسابقة الصيد في لابلاج ديال اكادير. هنا كي كتشاهدوا طيب، هنا السي عبد اللطيف هو هذا، ها هو ملونسي. السي الحسن ها هو مازال كيقاد في الكسبة ديالو. خليكم مع الفيديو باش تشاهدوا المسابقة كيفاش غدوز، وما تنساوش تخلوا لنا واحد لايك وكومونتير، واللي مازال ما دار ابوني تابونا ودعموا القناة وشكرا لكم. على بركة الله كيف العادة اللونس الأول مع طياح الشمس، نتمنوا يكون فيها شي أمون ولا بلاغ مع تيسير الله. إخوانا وصي الطيب اللي مشارك المسابقة، طيب تحية تحية للمتتبعين ديال القناة. المسابقة هذيك احنا مشاركين في مسابقة سير الله مع تيسير الله إن شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية للمتتبعين ديال القناة. الله يحفظك السي غسان، تحية للمتتبعين ديال اليوم. اليوم المسابقة المسابقة اليوم في الصيد. مسابقة في الصيد هكا، شكون اللي كان في المسابقة؟ غيضرب في الحاسوبة مزيانة إن شاء الله. هكذاك دونك المسابقة كان السي عبد اللطيف، السي الحسن، السي الحسن المبتدئ باقي مضارب مع القصبة، السي الطيب هو راه ملونسي مع تيسير الله. إذا الشروط ديال المسابقة السي عبد اللطيف يا أكبر حصيلة، أكبر حصيلة إن شاء الله مع تيسير الله. إذا الشروط أكبر حصيلة الطيب، صافي هذا هو الفائز، ولا غيشد أكبر حصيلة. المهم غادي الفانكور غادير الربحة ديال هاد الليلة هادي. يلا مع تيسير الله. إذا القائمة المستعملة كل واحد واش نختار. أنا جبت التويدة والسرديل، عطات السي الحسن والسي الطيب مطعمين بأفزداد بطاطا والسرديل. عبد اللطيف تا هو راه مطعم بالسرديل، جايب السرديل والدويدة. إذا كلها باش نطعم على حسب الإختيار ديالو، حيت هادشي اللي اتفقنا عليه، وكلها كيتكل على الله. المغرب هذا نمشي نصيد المغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم ونكمل الصياده. وانت اللي كتفرج فيا ولا انت اللي كتفرج فيا، الا كانت الوقيته ديال الصلاه في هذه اللحظه هذه فاش كتفرج في هذا الفيديو هذا، غير وقفوا وسير حتى تصلي عافاك وجي كمل الفيديو ديالك. وشكرا لك سي الطيب. كاين شي حاجه ولا مازال؟ مازال الساعه والو ياك، انا مازال ما قاص عليها والو. نشوفوا السي الحسن. سي عبد اللطيف هذيك الطعيمه الاولى قاس عليك شي حاجه ولا والو؟ مازال ولد السي حسن ومشى درت طعيمه كبيره سرديل ودابا كاسات مزيان، مازال ما مشاتش ياك، مازال ما تقاسش. عاتي سير الله نشوف السي حسن تاعو ان شاء الله نطيبو هذه باش نديرو فيها الدويده ان شاء الله. مع تيسير الله، الله يسر، الله يسر الامور. السي حسن امين يا رب. الله يجيبك السي الحسن. كاين شي؟ والو ما كاين والو هاد الساعه، مازال ما كاين والو. يلا مع تيسير الله. مع تيسير الله، مع هادشي واعر هادشي زين. مع تيسير الله، الله يسخره دا السي حسن. يلا سير على الله. انتم مع تيسير الله كان افتتحوا الحصه ابلغ. مع تيسير الله هادو بوادر ديال الخير ملي ضربها بلا داكشي اللي كنتسناو. صافي صافي كسي عسل، الله يعطيك الصحه. ودا السي سي عبد اللطيف سقتي يا تا قمر سير الله. ودا السي الطيب يلا لونسي. السي عبد اللطيف تا هو كيف تفتح الحصه، هذا الشخار اسكار راي. البياسة الثانية قرفوح ديال المقيلة، اللهم بارك. هانتوما ضرب على الدويدة مع تيسير الله. إذا لحد الساعة عندي واحد أبلاغ وهاد القرفوح هذا ولا من نصفي، والسي عبد اللطيف ضرب واحد الشخار. البياسة الثالثة ديالي الشخار، ها كاين شوية ديال الربيع كيدرونجي شوية الحوت، المهم راه حنا صابرين ومازال صيادين. هانتوما الإخوان الرياسة هاد الساعة هادي الربيع، الربيع من غير دوك ثلاثة بياسات اللي شتو راه الباقي غير الربيع اللي خدام. كان شي كسبة ثقيلة تنقولو راه فيها شي بياسة غليظة وكيخرج لك غير الربيع. الطعيمة كتمشي شوية ولكن المهم حنا صابرين، اللي قرب يسالي البحر الخوية ديالو إن شاء الله الرحمن الرحيم. نتمناو يسالي هذا الربيع وتبطل فراجة. خليكم مع الفيديو. البياسة الرابعة اللهم بارك الشخار، البياسة الرابعة الشخار، الشخار وصيدنا معاه البلاستيكة.
سي دوماج هاد الناس اللي كيجيو كيدوزو لوقيت هنا فوق البحر وكيطلقوا البلاستيك ويطلقوا ما نعرف اشنو. كاينين هنا لي بوبيل هنايا اللور بنادم اللي جا دوز وقيته يجمع بحال هاد البلاستيك هذا ودوك البقايا ويلوحهم تماك ما كاين لا شي لوت الشاطئ. بياسة اخرى ديال الشطار، اللهم بارك المخيل، اللهم بارك هذا وكتجمع الحمد لله. دابا نمشي نشوف الساعة لطيف تا هو شنو محرك عندو الصوت طيب لحد الساعة مازال مشد والو الساعة حسن تا هو مازال. غنمشي نشوف عبد اللطيف اشنو كاين. بسم الله على بركة الله السي الطيب كيف فتح الحصة ديالو، اللهم بارك الشخار عاد اللهم بارك تبارك الله على السيد تبارك الله على السيد الطيب. امين امين يا ربي امين الحمد لله. الله يسخر هذا السيد الطيب. اول قياسه يلا بسم الله راهي الله تبدا ان شاء الله الرحمن الرحيم الفرجه. الروند هذا الشخار هذه ياسه الثانيه الروند هذا الشخار واحد ضرب على السردين الاخر ضرب على واحد الطريف ديال الدويده. الحمد لله الحمد لله الخير ديال البحر الماخله غدا وكتجمع اللهم بارك. ماشي شي بياسات نيت نيت غلاط ولكن ديال الماخله ان شاء الله الرحمن الرحيم تعشاو بهم هاد الليله هادي مازال ولا ولا يكونوا الغديوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الساعة واحدة بلا اللي كاين هنا الباقي الشقار وواحد المناصفي سي الله طلع لحد الساعة تبارك الله اللهم بارك ويي أرارا اللهم بارك. شوف 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 سي الطيب تبارك الله شحال ديال الربيع شدها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف هاد الحوتة الحسن شوف ايه على حوتة هادي راه كتفرش هادي كتفرش في تحت ديال الطاجين هي كتفرش تحت الطاجين هادي اللهم بارك. البياسة الثانية ديال الطيب شخار اللهم بارك. إذا لحد الساعة الترتيب عبدو ربي في الرتبة الأولى طيب الرتبة الثانية عاول طيف الرتبة الثالثة هو السي الطيب وهذا والسي عبد الطيف الرتبة الثالثة الحسن السي الحسن راه هو مبتدئ والرتبة الأخيرة ما عندنا ما نديرو هذا الشيء اللي عطى الله. المهم المشاركة المهم المشاركة مازال مازال الخير إن شاء الله إن شاء الله سير على الله الدوس الله يهداك. إذا الإخوان هكذا كتكون سالات هذه المسابقة هذه. السي عبد الطيف أعطينا الرأي ديالك. إيوا جينا بدلنا الجو الحمد لله ما كانش حاصله بالنسبه لي بعد ما كانش حاصله مزيانه. السي حسن هو اللي فاز بالمسابقه اللهم بارك الله يجعل البركه كلنا حتى المره اخرى ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم راه كنا فائزين السي الطيب اماسي اعطينا شي كلمه اخيره. تنشكرك اسيدي على هذه الخرجه هذه الرائعه وعلى المسابقه الجيده المنظمه بشكل جيد. مرحبا ودسنا ان شاء الله المره الجايه يكون البحر يكون زوين وما تكونش الربيعة يعطينا اكثر ان شاء الله الرحمن الرحيم. قليل الحوت اليوم شويه ان شاء الله مع تيسير الله. سير حسن جينا في المرتبه الاخيره لسوء الحظ ولكن المهم هو والمشاركه ياك فوزنا ضحكنا سرينا الله يجعل البركه الله يجعل البركه فعلا هذاك الشيء اللي جينا شويه خايف كنت العشبه ما خلاتنا الصيد وكضيعنا الطعمه ولكن اش غدير هذا هو البحر احوال حال واحوال هو مع تيسير الله ان شاء الله. اذا نضربوا موعد للمتتبعين في الحصه المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم. المسابقه راه مازال مستمره ياك السي الطيب. السيمانه الجايه ان شاء الله انا معك ان شاء الله الرحمن الرحيم سير الله نجي المرتبه الاولى ان شاء الله ان شاء الله. اذا حياكم الله المتابعين حياكم الله ما تنساوش تخلي لنا واحد لايك واللي مازال ما دار ابوني تابوني ويفعل الجرس وشكرا لكم وتسناونا ان شاء الله الرحمن الرحيم في الفيديو الجاي.